يب اوكي يا ساتر، اكيد بكم كتير منتظر هذه اللحظة للطور وشايف اللي كتير من اللاعبين في فاير مستنين هذا المتجر الغامض حبايبنا. متى ما انتم شايفين يا ساتر اليوم نزل معنا المتجر الغامض حبايبنا. ووو طول خلاص، ليش هيك انا مستعجل؟ ثواني شوي يا اخي، انا متى راح ادخل اعمل مقدمة خفيفة ونظيفة هيك؟ خليني خلاص ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس شباب، لانه شباب ان شاء الله يكون طلع حظي باللوز يا ساتر. خلينا نجرب حظنا شباب ونشوف شو راح يصير معنا بهذا المتجر الغامض الاسطوري شباب. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين حبايبنا الان نزل المتجر شباب، على اليمين فوق ركزوا، على اليمين فوق، على اليمين شباب مثل ما انتم شايفين هون يقول لك شو ركز معي وين جيت، وين جيت كم هون هون هون، هذا هو هون ادخلوا من اللعبه شباب بتجيبوا. اوكي يا اساطير، خلينا ندخل نشوف حظنا حبايبنا. ادخل ادخل، ها اتفرجوا لي على هذه السكنين اللي باللوز شباب، شي باللوز معلم. عندنا سكين شاروخ خان الهندي شباب، اللي بيحب الافلام الهنديه خلاص هذا هو معلم باللوز حبيب والله. والسكين الثاني شباب بذكرني بالالعاب القديمه برنس اوف بيرس يا معلم حبيبي والله، وراس السكريت كل الاشياء شباب حبيبي والله. اوكي يعني باللوز طبعا شباب، خلص خلينا نشوف حظنا، شوف حظنا على السريع معلم. اوكي بسم الله، توقيت 67 لا طولوا بالك، بتعرف هاي الشباب هي 67 باللوز شباب، باللوز انا بقول لكم ليش باللوز، لانه الشباب بالعاده حظي بيكون اقل بهيك بكثير. اوكي اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين هنا عندنا جاب هذا السكين يا اخي شروال باللوز معلم. هذا السكين شباب يعني طبعا هذا السكين شباب شفناهم اول ما ندخل على اللعبه شباب، قالوا يعني نبهونا انه راح ينزل خلاص، يعني نزلت لكم مقطع من اليوم شباب. اوكي عندنا السكين الثاني هذا حبايبنا مثل ما انتم شايفين. اوكي شباب، اهم شيء شباب خلينا ندخل على المتجر. هولي هون عندنا شباب رومات، هون بطاقات باللوز وكريستيان، يا سلام هذا هو المتجر شباب اللي بنعرفه حبايبنا. اول شيء شباب هذا ما عندي هالسكين، اوكي نجيب جدو معلم، نحرق ابو المتجر اليوم معلم، نحرق ابو المتجر شباب من حرق البطاقات الحاضنه معلم، نجيب بطاقات الحاضنه شباب، هذا هو المتجر اللي بنعرفه شباب، وبطاقات الارض الوضع معلم باللوز، وبطاقات الماكينه حبيبي والله. وشو كمان شباب، شو كمان عندنا معلم بطاقات، يا اخي هذا مثل ما قلت لكم شباب هذا هو المتجر اللي بنعرفه شباب، المتجر الاسطوري معلم المتعودين يشوفوا، هذا هو المتجر الاسطوري معلم، متجر غامض الاسطوري وباللوس. اوكي طبعا شباب الشيء الثاني شباب اخذنا اهم الشيء هذا الشيء. اوكي شو هذا السلاح معلم، قول لي ثواني شباب والله هذا باللوز الاسلحه شباب، هذا ما عملنا السكين منه، خلينا نجيبه شباب. اوكي وان شاء الله شباب راح نعمل لكم مقطع ان شاء الله نفتح فيهم بقجات. اوكي هي بكون شباب، قول لي نجيب هالسكين يا زلمه، هذا ضروري نجيبه معلم، هذا ضروري نجيبه معلم، راح نجربه بعد شوي خليك على جنب. اوكي حبايبنا مثل ما انتم شايفين وانا معلم، هات لنشوف شو في عندنا، عندنا هذا السكين حبيبي والله. اوكي بدأ رومات، 10 رومات موجود هنا معلم، جيب الرومات حبايبنا لانه الشباب الايام الجايه شباب طبعا شباب بالنسبه للرومات حبايبنا يب بتعرفوا شباب انا دخلت الشراكه اوكي يعني رح نعمل لكم رومات على اكواد، جهزوا لي حالكم شباب، رح تكون طبعا كله على البث مباشر شباب، تابعونا على البث مباشر حبايبنا والله على الفيسبوك، رابط تحت بالوصف. اوكي يا اساطير وترقبوا شباب مسابقات اسطوري عن قريب. يلا خلينا نكمل شباب، نجيب لنا الحظ هي التايموت معلم. اوكي جبنا هالاشياء الحاضنه شباب 80 بدقه حاضنه شباب، تعرفوا شو معناتها 200 بدقه حاضنه شباب، يعني شيء باللوز معلم. اوكي بالنسبه للاشياء الثانيه شباب هون عندنا بجات، شو البجات يا معلم، يخسر واحد شارد قصر بلوكر قول لي 50 باتش. اوكي لا لا ما بدنا معلم، ما بدنا ما بدنا ما بدنا. اوكي هيك بكون شاب حرقنا ابو المتجر لهذا معلم، لا ناخذ السكين هذا معلم ثواني، ليش هذا ليش هذا ما اعطانا التهنئه وهذا اعطانا التهنئه يا اخي شوي، قول لي ايش باللوز معلم. طبعا شاب في كثير مهم شاب حبايبنا الله يسعدكم، احب اقول لكم شيء كثير مهم شاب، انا عندي التخفيض 67 يعني لازم يكون فيه الفاير باس، بس انا مو شاحن الفاير باس هيك مو مطلع عندي بالمتجر. اوكي اصلا انتوا اذا شاحنين فاير باس ما راح يطلع عندكم، اذا مو شاحنين فاير باس راح يطلع عندكم فاير باس شباب، واذا تخفيضكم فوق ال 65 شباب ان شاء الله باذن الله تعالى راح تربى معي تحت بالتعليقات شباب، راح نعمل سحوبات باذن الله تعالى، كل واحد تخفيضه 65 فوق نشحن له 200 جوال 210 جوال شباب ونشحن فيه الفاير باس اوكي يلا نكمل حبيبي والله. هاي بالنسبه للاولى شباب. اوكي هات لنشوف شباب، هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف هون كلب في اللوز، عن بطاقه تغيير اسم، قول لي بطاقه تغيير اسم معلم، والله بلزمونا شباب والله بلزمونا معلم، هذول بلزمونا خلينا نجيبهم شباب كمان، كله بلزمونا شباب عشان انا شباب الايام الجايه رح نعمل كثير مسابقات وكثير اشياء حلوه شباب ونعمل مقالب. اوكي هاي بنشوف كل جبنا السكنين شباب، شيء باللوز حصلنا
80 حاط بطاقه حاضنه مثل ما بعرف شو يعني مثل باللوز تمام. ندخل على الشخصيه شباب نجرب السكنين شباب السكنين يعني شاروخان وماروخان معلم اشي باللوز فرج تعال لهون تعال لهون يا جميل تعالي يا سلام عليك اقسم بالله شباب يعني عن جد من السكنات انا شخصيا شباب يعني اللي بيتابعني على المستشفى بلعب العاب تختيم هالفتره الاخيره اوكي يعني هيك السكنات شباب بيعجبني كثير اوكي خلينا ندخل نجرب السكين شباب هيك على السريع تمام نقول بسم الله يا بوي طبعا شباب نزلت لكم مقطع شباب عن تجربه ان هذا النقار شباب اذا مثل ما انتم شايفين روحوا شوفوا المقطع نزلت لكم اليوم اذا ما شافوه روحوا شوفوه لانك حبيبي يلا روح شوفوه اوكي هذا هو السكين حبايبنا مثل ما انتم شايفين اوكي الصراحه شباب يعني الشعارات السكين هذا مرتبه عندنا فيه السكين فيه مكياج يعني يا اخي هذا السكين معلم يا اخي فيه كثير افكت يا اخي اشي باللوز معلم خلينا نشوف هذا معلم ندخل على التسبيع على السريع على التدريب معلم نجربه هيك بالوان شوتات معلم شوف وضعه على التدريب على السريع هات نشوف معلم هيك على التدريب على السريع شباب اوكي ومن بعد نجرب السكين الثاني السكين الهندي معلم هذا هو السكين حبايبنا باللوز باللوز معلم مش عارضه بس هيك هلا الدنيا هون عتمه شوي ما بين كثير منيح اوكي هيموت هذا معلم ما يموت هذاك ما يموت ما بده يموت هذا غلط اوه يا اخي طول بالك معلم هيو دور شو معلم دور شو حبيبي والله طول بالك هاي بيبي يا اخي شو هذا جبته هيك يلا ما يموت دور شباب لازم نظارات شباب والله نظارات لازم ما بشوف منيح شباب العتمه السكنات ما ببينوا معي شباب صراحه اوكي بلوس هذا خلصنا منه تمام اوكي شباب هذا هو السكين الاول بس هيك راح اجرب شيء سريع شباب اشوف هل يا ترى هذا السكين بيصير للبنت ولا لا نجرب شباب نجرب على السريع طولي بالكم حط شخصية بنت اوكي نتاكد من وضع الشباب اعتقد انه لا ما بيصير اعتقد انه لا حبيبنا ما بيصير للبنت اوكي حابين بس نجرب اوكي نرجع على السكين الثاني شباب ناخذ الماكسيم باللوز ونجيب سكين شاروخان يا زلمه اقسم بالله سكين هندي وينه وينه السكين معلم هذا هو معلم تعال هون يا جميل اوكي شباب خلينا نرجع لورا نجي لهون تمام افرجيكم هيك بشكل سريع السكين هذا شباب شو فيه هالشعرات هذول اوكي فيه هالمكياج تمام الجسم هذا مثل ما انتم شايفين البنطال هذا وباللوز تمام خلينا نرجع لهون معلم نشوف السكين يا زلمه شوفوا لي النظارات معلم حتى نظرته طلعت حلوه على هذا السكين شباب اشي باللوز هذا نظبط هيك معلم يا سلام عليك شو هذا طبعا شباب بالنسبه للراس هذول شباب قليل كثير انا العب فيهم لهيك شباب انا بالعاده بعب حتى الراس الساكورا حابب اجربك على السريع على السريع اعطوني لكم شباب وين الساكورا معلم هذا هو شباب على السريع هيك يا الله على الفخامه فخامه معلم اشي باللوز اوكي خلينا نجرب هيك معلم خليه مثل ما هو تمام وندخل نشوف السكين شباب كيف شكله يعني والله شباب باين عليه مو كبير يعني باين عليه انه مو كتير ضخم حبايبي يلا خلينا ندخل نشوف يلا يا اخي ادخل يا اخي نشوف الوضع معلم ليتس جو يو اوكي يا سلام عليك هات ناخذ شباب ام بي 40 معلم على السريع او تعرفوا شو راح ناخذ هذا اليوم بي معلم ناخذ يو ام بي معلم ندخل يو ام بي شباب نشوف الوضع على هذا السكين باللعب كيف شكله طبعا شباب نقطة كثير مهمة شباب نسيت اقول لكم اياها شباب بتمنى من كل اسطورة عم يتفرج علينا الان بهذه اللحظة حبايبي انكم تتابعونا شباب على الانستغرام شباب حبايبنا ان شاء الله الايام الجاي راح يكون في توزيع كودات بالستوريات حبايبنا باذن الله تعالى خلوكم مركزين راح يكون في ان شاء الله الايام الجاي كودات باللوز زي كودات اوكي خلينا نشوف السكين ده معلم باللوز هاي بوي دول ثلاثة جنبي معلم عم بشوفهم ابلع انت ابلع ابلع قول لي شو هيك يا اخي والله يا اخي ما بشوف هدول هدول معلم ما يخل واحد يعمل شيء اقسم بالله معلم طولي بالك معلم طولي بالك خلينا بس نشوف السكين معلم نشوف السكين يا اخي السكين كله اسود معلم ما ببين شيء منه يا اخي مو مبين شيء منه اقسم بالله السكين باللوز يا اخي والله تمام اوكي حبيبي خلاص بيكفي الان شباب الصراحه يعني شيء مرتب باللوز اوكي سو
حبايبنا الكرام هيك بكون تم مقطع اليوم يصل. ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا باللايكات وشوات البرتجات يا احلى ناس. طبعا شباب كثير منكم عم بيسال على البنر شباب ليش هذا يكون حد ما وثق البنر شباب بضع من الايام ان شاء الله يصلنا البنر شباب وان شاء الله رح نعمل حفله اسطوريه شباب على الفيسبوك على البث مباشر اشي باللوز تمام تمام. نشوفكم على خير ان شاء الله انبسطتوا معنا. بعد شوي شباب رح نكون لايف على الرايف ستريم على الفيسبوك شباب تعالوا تشرفوا اهلا وسهلا نعمل تقديم العاب.